أكد القيادي في تحالف سائرون رائد فهمي أن الشروط التي وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لشخصية رئيس الوزراء لا تتوفر في جميع الأسماء المطروحة لتولي هذا المنصب في المرحلة المقبلة بما فيها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي. وقال فهمي أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون مختلفا تماما عما كان عليه في السابق وقادر على تحقيق البرنامج الحكومي الذي ستضعه الكتل السياسية المشكلة للحكومة.